السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي حبيبي وحبيبكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الكرام، هيا بنا نسير في طريق الله، نتعرف على صفات المتقين، على أماراتهم، على علاماتهم، على سماتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتحفنا وأن يتفضل علينا بأن يجعلنا دوما في ركابهم وفي رحابهم في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من صفات هؤلاء المتقين أنهم قوم منصفون، أنهم قوم منصفين. يعني منصفين إزاي؟ يعني عندهم نوع من أنواع العدالة، يعني عينيهم زي ما بتشوف الحاجة الوحشة كمان بتشوف الحاجة الكويسة الجميلة. لكن في بعض الناس لا يرى إلا السيئات، ولا يرى إلا النقائص، ولا يرى إلا ما يجلب السوء، ما يجلب الاكتئاب إلى النفوس، ما يجلب الأمور السيئة، ما يجعل الإنسان يعيش في حالة مزاجية سيئة. لما ذلك؟ لأنهم ليسوا من المتقين، لأن من صفات المتقين أنهم قوم منصفون. قال ربنا عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل والإنصاف مع العدو زي ما هو مع الصديق، مع الحبيب ومع غير الحبيب. اعدلوا هو أقرب للتقوى. كلما كنت عادلا، كلما كنت منصفا، كنت من هؤلاء المتقين. ولذا كان من الصفات التي تعتبر علامة من علامات الإيمان، يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال، من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. يبقى أول واحدة فيهم إيه؟ الإنصاف من نفسك. الإنصاف إنك تقول الحق حتى لو على نفسك، حتى لو على أقرب الناس إليك، ده الإنصاف. لكن في الواقع، يعني حتى مع الأوطان، يعني مش بس مع الأشخاص، بتجد بعض منا وبعض من شبابنا تجدهم لا ينصفون أو لا ينصفون أوطانهم، تجدهم مفتونين بالعالم الغربي، بالحضارة الأوروبية، بالحضارة الغربية، يذكرون كل محاسنها ويتغنون بكل ما فيها من جمال. هذا حق، يعني فيها محاسن، فيها جمال، فيها أخلاقيات، فيها قيم عالية، خاصة قيم العمل والإنجاز والتقدم والتحضر والأخذ بالعلوم والسير في ركاب العلماء وإلى آخر، كل هذه حسنات. فإذا تحدث عن وطنه لا يذكر شيئا حسنا، إنما لا يذكر من وطنه إلا كل نقيصة. فإذا ذكر وطنه ذكر أكوام القمامة، ذكر سلوكيات معيبة من بعض الناس، ذكر بعض التخلف الذي يتحلى أو يتميز به بعض الناس، ذكر كذا ذكر كذا، بحث عن كل نقيصة وألصقها بوطنه. أما حسنات وطنه لا يراها ولا يسمع عنها، وإذا سمع عنها شوهها. فإذا قلت له: نحن بلد أو وطن ذكر في كتاب الله، وطن أحبه رسول الله، وطن في جيناته حضارة كامنة، وطن فيه أخلاقيات رفيعة لا يضيرها، أن بعض الناس من أهل هذا الوطن تخلوا عنها في لحظات ما. إنما لدينا أخلاقيات، لدينا مبادئ، لدينا قيم، لدينا ديانة، لدينا اتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والغرب كما أن لديهم قيم ومبادئ عالية ورفيعة يعيشون بها في هذه الحياة، أيضا لديهم مسالب، ولديهم نقائص، ولديهم تحلل، ولديهم إباحية، ولديهم شذوذ، ولديهم 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 ولديهم، لو شئت لقلت. إنما المنصف كما يذكر الحسنات
يذكر السيئات كما يبحث عن النقائص، يبحث عن الحسنات ويتحدث عنها ويظهرها، فإن كانت سيئة أو نقيصة في صاحبه أو في جاره أو في وطنه حاول إصلاحها أو لم يتحدث عنها حتى لا تنتشر بين الناس ولا تشوه صورة هذا الوطن أمام الجميع. إذن فالإنصاف لا يكون فقط مع الأشخاص أو بين الأشخاص، أيضا في تعامل الناس مع أوطانهم، في تعامل الناس مع أوطانهم، كن منصفا لوطنك. وهذا يعني فوق أنه من صفات المتقين، وأيضا من أصحاب الأخلاق والمبادئ العالية، هو من أصحاب الإكرام ومن أخلاق الأحرار. الإنسان الحر تراه لا ينتقص وطنه، بل يتغزل في وطنه أيما كان وأيما كان وضعه في هذا الوطن. عن سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يعيش في مكة، موطنه كان يعيش فيها رقيقا عبدا ذليلا يسومه سيده سوء العذاب، فلما انتقل إلى المدينة أصابته الحمى وظل يهذي ويتغنى ويطرب إذا ذكر أحد موطنه مكة، حتى يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: طرب القوم إلى بلادهم، طرب القوم إلى بلادهم. وهو لم يكن فيها سيدا، لم يكن صاحب منصب، لم يكن صاحب مال، لم يكن صاحب جاه، لكنه كان عبدا رقيقا، ومع ذلك يعرف مقدار الوطن وينصف وطنه. لكننا ابتلينا في هذه الأزمان أو في هذه الأعصار بأقوام أو بعض الشباب الذين يتغنون بأوطان غيرهم، وإذا جاء الذكر أو جاء الذكر على أوطانهم لم يذكروا منه إلا النقائص والمسالب والسيئات. هذا ليس من الإنصاف يا سادة، وليس من صفات المتقين أيها المؤمنون، إنما هو من صفات الذين لا وطن لهم ولا عز لهم ولا يعرفون العزة ولا الكرامة، لأنهم بخلوا بذلك على أوطانهم. الإنصاف نحتاج إليه في حياتنا، في معاملاتنا، في صداقاتنا، في بيوتنا مع أزواجنا ومع أبنائنا ومع بناتنا، حتى يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني إيه؟ يعني زي ما حضرتك بتركز على السيئات وتنظر إلى السيئات، لابد وأن تنظر إلى الحسنات، فإذا وضعتهما في ميزان فغالبا ما تتغلب الحسنات على السيئات، وكلنا مخطئ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن زلاتنا وعن خطايانا، وألا يعاملنا بعدله، وأن يعاملنا بفضله وعفوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.